السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأحسن أحوال الظروف وانتم كتشاهدوه. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم حلوة ديال التمر اللي كتجي زوينة وفتية وغتشاهدوا إن شاء الله المقادير وغتجربوها ما تندموش عليها. بسم الله على بركة الله. نبداو. عندي هنا نص كيلو ديال التمر المعجون، اللي بغى يدير ديال الدار يديرو، ما كاين حتى مشكل. غنوضعو فواحد الإناء باش نسموه. عندي هنا واحد معلقة كبيرة ديال الزنجلان محمر، عندي هنا معلقة ديال الزبدة نوعية جيدة زبدة الأكل، عندي هنا واحد ربع معلقة ديال القرفة، معلقة كبيرة ولا نص معلقة صغيرة ديال القرفة، عندي واحد جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، عندي هنا مسكة الحرة اللي طحنتها مع شي شوية ديال السكر، ديري شوية باش نسمو، واحد راس المعلقة، نخدمو الكل بيدينا تتندمج لينا العناصر. البنات هنا الا بغيتو التمر ديال الدار ممكن تستعملوه، تاخذوا التمر تغسلوه تحيدوا ليه النوا ديالو وتفوروه في الكسكاس ما حدو باقي سخون، طحنوه تعدو الطحانه ديال الضو، اللي ما عندوش يدير طحانه يدويه ديال مطيشه، الطحانه اللي كنطحنوا بها كفته السردين. انا عندي غير هذا ديال الباكيه، ان شاء الله نشارك معكم هذاك الشيء مره نصايبو ديال الدار. انا نخلط العناصر ندمج ليها مع بعضياتها ونكورو ونرجع لكم. نكورو كويرات صغار هكايا، نكورو كامل ونرجع لكم. هنا البنات غنوجدو العجينه باش نخدمو التمر ديالنا. عندي هنا الرابعة ديال الزبده، استعملوا اي نوعيه، منقارين أو زبدة الأكل أو حتى زبدة البواطاط راه زوينة. هاد لاباط البنات كتجي رطبة أو زوينة أو كتذوب في الفم، والله إلا هاد لاباط البنات كنخدم بها هادي منذ سنوات، كاع اللي داقها عندي كيسولني عليها أو كيطلب الوصفة ديالها. عندي هنا كاس ديال دانون فاني، عندي هنا البنات جوج معالق سنيده رقيقه راه غربلتها، عندكم السكر كلاصي ديروا معلقه كبيره، هنا غنضيف واحد جوج معالق ديال الماء الزهر باش نسمو حتى العجينه ديالنا. نخدمو الكل جيدا، البنات انا عندي زلافة صغيرة ديال النشا الذرة او ميزينا غنضيفها وغنكمل بالطحين. ندوب الزبدة مع النشا الذرة تندمج لينا العناصر، عفوا هنبدا نضيف الطحين شيئا فشيئا.
صدقوا لنا البنات هاد العجينه راه زوينه بزاف، كنخدموا بها حتى حلويات الكاوكاو حتى بعض الحلويات هكا اللي نعمروهم بشي حاجه تكون فيهم شي حشوه. انا هنا درت لكم زلافه ديال الطحين باش نقول لكم شحال هزات لي بالضبط، وكاين الفرق بين الزبده ديال البواطه والزبده ديال مانغارين. مانغارين ما كتهزش لينا الطحين بزاف، وهاد الزبده ديال هذه في ديال البواطه فيها الدهون بزياده. غنكمل الزلافه. صافا البنات هزات لي هاد الزلافه بالضبط مع هاد الزلافه الصغيره ديال النشا. صافا غنجمع العجينه ديالي ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل. هنا البنات غنطلقوها في هاد البلاصه هكا باش نتفاداو نرشو الطحين. دابا بحال العجينه تصدر لي نطلقوها في السمك اللي بغينا. راه رطبه البنات ما تقصحوهاش بزاف باش تجيكم كتيه. قطعوها البنات بشي اي شي قطعه، اي قطعه ماشي ضروري هادي، واخا تكون عيد الكاس حنا ما عندنا غرض بهاد التشنيف ولا هاد السنينات. دوزها لينا شنوريكم، واخا تعوج ولا هادي ما تديوهاش فيها ماشي مشكل. نسدو بحال هكا، خليوها شي شويه غليظه على الصابلي، يعني شي فائل نحيدوه. الناس هنا كنحطو ليها وجهها في الطحين، كنهزوها كنطبعو بهاد المرشم هذا. هذا هو الشكل ديالها. نستمروا بحال هكا تنكملوها كامله، نرجعوا نطبعوها معكم. انا البنات من بعد ما ساليت التشكيله ديال الحلوه غندير لها هذا العقيق. انا درت هذا اللي في اللوينات، اللي بغى يدير شي عقيق في شي لون واحد يديرو، انا كيعجبني هذا كيعطي واحد المنظر زوين. وضغطوا عليه مزيان راه كيطلع في الطياب. هو هذا البنات العقيق اللي استعملت، هنا فيه اللوينات، اللي بغى يدير الفضي بوحدو يديرو، اللي بغى يدير شي لوين اخر. هذا كيفما كتشوفوا اللون ديالو جميل جدا. نديها للفران طيب ونرجع لكم. ها هي هنا صطفت اللاطه، عمرت اللاطه شاط ليها هاد شويه، غنديها للفران طيب على العافيه مهيله العافيه من الاسفل، غير تاخذ ليا واحد اللوين خفيف ذهبي، وندخلها واحد 10 دقائق من الفوق العافيه مهيله. ما كتحمرش البنات، هاد الحلوه كتبقى بيضه.
ونرجع نوريها لكم في الشكل النهائي ان شاء الله. ها هي الحليوه ديالنا البنات من بعد ما طابت، كنعطيوها غير واحد اللون ذهبي من التحت خفيف، ها الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تعجبكم، جربوها راه صدق البنات صدقوني وهاد لاباط كتجي رطبه بزاف. غنقسم لكم وتشوفوها شتو كتجي من الداخل، هشيشه ورطبه داك النشا اللي درنا فيها ومعلكه في نفس الوقت. ولا الى عجبتكم ديروا لايك وما تنساوش الاشتراك ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المشاهده، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.